بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا خير إلا دل أمته عليه وأمرها به، ولا شر إلا حذرها منه ونهاها عنه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، موضوع المحاضرة كما سمعتم الربا والبيوع المحرمة أو البيوع المنهي عنها، وهو موضوع طويل، ولكن سنوجز ما تيسر لنا منه إن شاء الله، ولعله يكون بداية لمحاضرات في المستقبل تكمله، لأن الناس بحاجة ماسة إلى هذا الموضوع ومعرفته. الربا توعد الله سبحانه وتعالى عليه بأشد الوعيد في كتابه الكريم، قال سبحانه وتعالى: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع الذين يأكلون الربا، قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه الآيات من آخر ما نزل من القرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تناولت موضوع الربا وبينت الوعيد الشديد على المرابين. أولا، أخبر الله سبحانه وتعالى عن المرابي بأنه لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وذلك أن الله سبحانه وتعالى إذا بعث الناس من قبورهم إلى المحشر يسيرون من قبورهم مسرعين
لا يتخلف منهم أحد، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. يوم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي، يقول الكافرون هذا يوم عسر. يقوم الناس من قبورهم بإذن الله سبحانه وتعالى الذي أحياهم بعدما أماتهم وبعدما تشتتت عظامهم وتمزقت لحومهم وتفرقت شعورهم، جمعها الله سبحانه وتعالى وعادت كما كانت خلقا سويا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فيقوم الإنسان من قبره سويا ثم يسير بأمر الله إلى الاتجاه الذي وجهه الله إليه، إلى المحشر، لا يتخلف أحد، ويمشون بسرعة، يمشون مسرعين، إلا أكلة الربا، فإنهم يقومون من قبورهم مع الناس، ولكن يا للفضيحة، يقومون من قبورهم ويريدون المشي مع الناس فيسقطون، وكلما قاموا سقطوا كحالة المجنون الذي مسه الجن وصرعوه. ذلكم لأن الربا تضخم في بطونهم، الربا الذي أكلوه في الدنيا تضخم في بطونهم فثقلت بهم فلم يستطيعوا النهوض، وكان في هذا فضيحة لهم وتعذيب لهم أمام الخلائق. ولا يقف الأمر عند هذا، بل إن الله سبحانه وتعالى توعدهم بأنواع من الوعيد، فقال تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى، يعني من تاب من الربا بعدما علم تحريمه تاب منه فله ما سلف، يتوب الله عما سلف ويعفو عما سلف منه مما فعله فيما قبل التوبة، كسائر الذنوب إذا تاب الإنسان منها ولو كانت عظائم ولو كانت شركا وكفرا، من تاب توبة صادقة تاب الله عليه ومحى عنه ذنوبه. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى، يعني ترك الربا وتاب منه فله ما سلف، عفى الله عما سلف، وهذا فضل من الله وتكرم منه، وأمره إلى الله هو الذي يتولاه سبحانه وتعالى. ومن عاد إلى أكل الربا بعدما علم تحريمه فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. توعد الله المرابين بأنهم أصحاب النار، أي الملازمون لها، ملازمة الصاحب لصاحبه، ثم قال: هم فيها خالدون. خالدون يعني باقون فيها
خلودا مؤبدا إذا كانوا قد استحلوا الربا، لأن استحلال الربا كفر بالله عز وجل وردة عن دين الإسلام. فمن قال إن الربا حلال ولا شيء فيه وهو معاملة صحيحة مثل البيع كما قال الكفار إنما البيع مثل الربا، من اعتقد هذا الاعتقاد أو تكلم بهذا الكلام فإنه يكون كافرا بالله خالدا مخلدا في النار، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أما إذا كان يعتقد تحريم الربا ولكنه أكله وتعامل به مع اعتقاد تحريمه فهذا قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وتوعده الله بالخلود في النار، وهذا الخلود لا يكون مؤبدا كخلود الكفار ولكنه يكون مكثا طويلا إلى ما شاء الله، ودخول النار والعياذ بالله ليس بالأمر الهين، لا سيما نار جهنم. الإنسان منا الآن لا يطيق أن يقرب من نار الدنيا، لا يطيق أن يضع فيها أصبعه، لا يطيق أن يمس جمرة منها، مع أنها بالنسبة لنار الآخرة ليست بشيء. نار الآخرة أشد توقدا وأشد حرارة وأشد عذابا، ما بالكم بمن يدخلها ويبقى فيها سنين طويلة، خصوصا إذا كان ذنبه عظيما كأكلة الربا. فالوعيد شديد حتى على من اعتقد أن الربا حرام لكنه تعامل به من باب التهاون ومن باب طاعة النفس والشهوة، فإن الوعيد عليه عظيم والعياذ بالله. ثم قال سبحانه وتعالى: يمحق الله الربا. يمحق الله الربا، المحق معناه الإزالة، معناه الإزالة والإذهاب. ومعنى يمحق الله الربا أنه يزيل بركته، فالمرابي وإن جمع أموالا عظيمة فهي لا خير فيها ولا بركة فيها، وإنما هي أحمال يتحملها صاحبها على ظهره، يقاسي أتعابها في الدنيا ويصلى عذابها في الآخرة. لا ينتفع من أموال الربا، إن تصدق لم يقبل الله منه، مع أن المرابي لا يتصدق في الغالب، تغل يده عن الصدقة. وإن أكل منه في بطنه تغذى بالحرام، وكل جسم نبت من السحت فالنار أولى به. وإن تركه لورثته فإنه يكون زاده إلى النار، يكون لغيره النفع وعليه الشقاء والعذاب. يمحق الله الربا من كل الوجوه، ممحوق، أو يسلط الله عليه الآفات التي تتلفه وتحرم صاحبه منه بعد تعبه في جمعه.
وكم تعلمون وتسمعون من الكوارث اليوم التي تصيب الأموال برا وبحرا حتى تتلفها ويصبح أصحابها مفاليس بين العالم. كثيرا ما نسمع الكوارث التي ينزلها الله سبحانه وتعالى بأموال المرابين، كثيرا ما نسمع من يفتقر منهم بسرعة ويفلس بين الناس وتحيط به الديون ويودع في ظلمات السجون ويعيش عيشة الذليل، لأن الله محق الربا الذي جمعه، فهو مهدد بالمحق دائما وأبدا. يمحق الله الربا ويربي الصدقات إحسان إلى الناس ومعروف وإعانة للمحتاجين، فالله يربيها بمعنى أنه يزيدها ويضاعفها لأصحابها وينميها لهم، عكس الربا فإن الله يمحقه ويصيبه بأنواع من المحق. أما الصدقات فإن الله يربيها وينميها ويضاعفها لأصحابها، ذلكم لأن المرابي ضد المتصدق، لأن المرابي يأخذ ولا يعطي، أما المتصدق فإنه يعطي ويحسن وينفع ويبذل، أما المرابي فإنما هو أداة أخذ فقط يجمع ويوعي، لأن الله أصابه بالبخل وأصابه بالذل والخوف، أصابه بالخوف من الفقر، وإن كانت أمواله كثيرة إلا أنه مهدد بالخوف من الفقر، بخلاف المتصدق فإنه يرجو ما عند الله ويثق بما عند الله، فهو ينفق ويخلف الله عليه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ثم قال: والله لا يحب كل كفار أثيم. وصف المرابي بأنه كفار، يعني كثير الكفر، كفار شديد الكفر والعياذ بالله. وهذا الكفر إن كان قد استحل الربا فإنه كفر أكبر يخرج من الملة، وإن كان لم يستحل الربا فإنه كفر أصغر لا يخرج من الملة لكنه كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، وربما يجره إلى الكفر الأكبر. ثم قال: أثيم شديد الإثم. الأثيم شديد الإثم، مثل كريم كثير الكرم، عليم كثير العلم، أثيم كثير الإثم، فدل على أن آثام الربا كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وليس له من الربا إلا الآثام الحاصلة والمتحصلة، لا ينتظر له إلا الإثم. ما دام أنه مصر على الربا فإنه لا ينتظر إلا الآثام والعياذ بالله، من إثم إلى إثم وهكذا. ثم قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. نادى الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان، ناداهم وأمرهم بأن يتقوه، لأن أهل الإيمان هم الذين يمتثلون أمر الله سبحانه وتعالى ويتقونه.
ومن ما يتقونه الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتخذوا وقاية من عذابه بطاعته، ومن ذلك الربا، اتقوا الله فلا تأكلوه. فدل على أن الذي يأكل الربا لا يتقي الله سبحانه وتعالى، أن الذي يأكل الربا لا يتقي الله، وإنما يتقي الله المؤمن الذي يترك الربا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا، يعني اتركوا ما بقي من الربا، يعني في المستقبل، ما بقي من الربا يعني في المستقبل بعد نزول الآيات القرآنية إلى يوم القيامة، من نزولها إلى يوم القيامة. والربا حرام، لا تجوز إباحته أبدا، حرام بتحريم الله منذ نزل القرآن إلى أن تقوم الساعة. وذروا ما بقي من الربا، يعني في المستقبل. وإذا كان لكم أموال ربوية في ذمم الناس فاتركوها، لا تسحبوها منهم، لأنها ظلم، لأنها ظلم، تأخذونها منهم ظلما. اتركوها، اتركوا الربا، اتركوا الربا الذي لكم في ذمم الناس، واتركوا الربا في المستقبل لا تتعاملوا به. وذروا ما بقي من الربا، ثم أعاد فقال إن كنتم مؤمنين، فدل على أن الذي لا يترك الربا ليس بمؤمن، ليس بمؤمن، إما أنه كافر والعياذ بالله إذا كان يعتقد إباحة الربا، أو أنه مؤمن ناقص الإيمان إذا كان يعتقد تحريم الربا لكنه يتعامل به من باب التهاون والتكاسل، وينقص بذلك إيمانه نقصا عظيما حتى ربما يقارب الزوال. وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، بدأ الآية بالإيمان وختمها بالإيمان، مما يدل على أن الذي يتعاطى الربا ليس بمؤمن، إما أنه ليس بمؤمن الإيمان كل الإيمان، أو أنه ليس بمؤمن كامل الإيمان. وعلى كل حال فهذا وعيد شديد. ثم قال تعالى فإن لم تفعلوا، وعيد بعد وعيد، فإن لم تفعلوا يعني لم تتركوا الربا، لم تتركوا ما بقي من الربا، لم تتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، بل استمررتم على المعاملة بالربا بعد سماع النصيحة، بعد سماع الموعظة، بعد سماع الآيات من الله سبحانه وتعالى. فإن لم تفعلوا وتتركوا الربا وتتوبوا منه فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أذنوا يعني اعلموا، اعلموا أن الله قد أعلن عليكم الحرب، أعلن عليكم الحرب، ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلن عليكم الحرب، فاستعدوا لمحاربة الله ورسوله. فدل على أن آكل الربا محارب لله ولرسوله. ومن أعلن الله عليه الحرب فسيسلط عليه جنود السماوات والأرض، ولله جنود السماوات والأرض. لا يلزم أنه يأتيه عساكر معهم رشاشات ومدافع، لا، ما يلزم هذا. الله له جنود كثيرة، له جنود لا يعلمها إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو. قد يسلط عليه أضعف الجنود فيهلكه، قد يسلط عليه البعوض، قد يسلط عليه النمل والذر، جنود، قد يسلط عليه الأمراض الخفية، جنود، الأمراض من جنود الله سبحانه وتعالى. قد يسلط عليه الرياح، قد يسلط عليه الأمطار، قد يسلط عليه الصواعق،
قد يسلط عليه شرار الخلق، قد يسلط عليه الطواغيت والظلمة من الخلق، قد يسلط عليه أولاده وزوجاته، كلهم جنود من جنود الله سبحانه وتعالى. إذا أعلن الله الحرب على أحد فإنه يسلط عليه جنوده التي لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، وقد يسلط عليه جنودا مسلحين بالبنادق والسيوف والقنابل والصواريخ، كلهم جنود الله سبحانه وتعالى، كلهم جنود الله، ولله جنود السماوات والأرض، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وأنت أيها المرابي ماذا عندك من الجنود؟ بماذا تقاوم جنود الله سبحانه وتعالى إذا جاءت؟ والله إنك أضعف ضعيف، والله إن البعوضة أقوى منك، والذرة أقوى منك، فإن لم تفعلوا يعني لم تتوبوا من الربا. وهذا وعيد للمرابين في كل زمان وفي كل مكان إلى أن تقوم الساعة. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ثم إنه بعد هذا الوعيد الشديد فتح باب التوبة لئلا يقنط المرابي، عرض عليه التوبة، فإن تبتم عرضها عليه مرة ثانية، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. إذا كان لكم ديون ربوية على الناس، على الشركات، على التجار، على أي أحد، إذا كان لكم أموال ربوية في ذمم الدائنين فخذوا رؤوس أموالكم، لأنها حلال لكم، ولكن الزيادات الربوية اتركوها. هذا منتهى العدل، ما قال اتركوا أموالكم كلها اتركوها للناس، بل قال خذوا أموالكم التي أباحها الله لكم خذوها، لكن الربا الذي حرمه الله اتركوه، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. فإذا تاب المرابي وله ديون في ذمم الناس ربوية، فإنه يسحب رأس ماله الذي أباح الله له ويترك الربا لأنه ليس له. فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لا تظلمون الناس بأخذ الربا منهم بغير حق، ولا تظلمون بترك رؤوس أموالكم. هذا منتهى العدل. إذا كان المدين موسرا فخذ رأس مالك. إذا كان المدين موسرا فخذ رأس مالك، وإذا كان معسرا فأنظره ولا تجد عليه، ولا تزد عليه الدين في مقابلة تمديد الأجل، كما يفعل أهل الربا اليوم. كل ما تأخر الدين زادوه، وكل ما تأخر زادوه حتى يبلغ مبالغ طائلة في ذمة الفقير من غير منفعة حصل عليها. هذا ما تفعله الجهات الربوية اليوم. إذا صارت لهم ديون على أفراد أو على شركات أو على دول وتأخر السداد زادوها، وكل ما تأخر السداد زادوها. هذا هو ربا الجاهلية، وهذا أشد أنواع الربا. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أنظروه ولا تزيدوا عليه الدين إلى ميسرة، إذا أيسر فإنه يسدد لكم
وهذا في منتهى العدل، لم يقل اتركوها له، بل قال انظروه. وإذا كان لكم رغبة في الأجر بأن تسامحوه نهائيا وتسقطوها عنه فهذا خير لكم عند الله سبحانه وتعالى، والله يثيبكم ويعوضكم خيرا. وأن تصدقوا خير لكم، يعني وأن تسامحوا المعسر وتسقطوا عنه الدين فذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. فالزيادة في الدين إذا لم يسدد المدين لا تجوز، سواء كان موسرا أو معسرا. ليس لك إلا رأس مالك فقط عند حلول الأجل، مالك إلا رأس مالك، إن شئت أن تأخذه عند حلوله إن كان المدين موسرا، وإن شئت أن تمهله فذلك لك، لكن لا تزد عليه. وكذلك من باب أولى إذا كان المدين معسرا. أيها الإخوة، هذا مرور سريع على معنى هذه الآيات الكريمة في الربا. بقي أن نعرف ما هو الربا. الربا في اللغة الزيادة، الربا في اللغة الزيادة، كما قال الله سبحانه وتعالى عن الأرض: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، يعني زادت وارتفعت بالنبات، اهتزت وربت، ربت يعني زادت. والربو الزيادة، والربوة المرتفع من الأرض لأنه زائد عن مستواها، هذا الربا في اللغة الزيادة. أما الربا في الشرع فهو زيادة مخصوصة في أموال مخصوصة، بينها الله سبحانه وتعالى وبينها رسوله، بينها الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، في أموال مخصوصة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البر بالبر مثلا بمثل سواء بسواء، والشعير بالشعير مثلا بمثل سواء بسواء، والتمر بالتمر مثلا بمثل سواء بسواء، والذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء، والفضة بالفضة مثلا بمثل سواء بسواء، والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء. فإذا اختلفت هذه الأصناف، يعني إذا بيع صنف بصنف آخر من هذه الأصناف كبيع البر بالشعير أو البر بالتمر أو الذهب بالفضة، إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، تجوز الزيادة باختلاف الجنس، لكن بشرط أن يكون ذلك يدا بيد، يعني بشرط التقابض في المجلس، وألا يتفرق المتبايعان وبينهما شيء. هذه أصناف ستة نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، ويلحق بها كل ما شاركها في العلة، كل ما شاركها في العلة من الأموال فإنه يلحق بها، وذلك بأن يكون مكيلا مطعوما أو موزونا مطعوما، هذا في الأصناف الأربعة. أما الذهب والفضة فالعلة فيهما على الصحيح هي الثمنية أو النقدية، فكل ما جعل نقدا جعل عملة جعل ثمنا للأشياء فإنه يدخله الربا. إذا بيع بجنسه يحرم فيه شيئان: التفاضل والتأجيل. وإذا اختلفت هذه الأصناف
فإنه يباح شيء ويحرم شيء، يباح التفاضل ويحرم التأجيل يدا بيد. هاء وهاء، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الربا الذي حرمه الله ورسوله، وأجمع المسلمون على تحريمه، وحكموا على من استحله بأنه كافر مرتد عن دين الإسلام، وعلى من تعامل به ولم يستحله أنه فاسق، أنه فاسق ناقص الإيمان ساقط العدالة ومرتكب لكبيرة من أشد الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل. ومن أكثر ما يقع فيه الربا اليوم الربا في العملات، النقود، النقود سواء كانت من الذهب والفضة أو كانت من النقود الورقية، سواء سميت ريالات سعودية أو سميت دنانير عراقية أو كويتية أو سميت دولارات أمريكية أو سميت جنيهات استرلينية إنجليزية، فالأسماء لا تغير الحقائق. ما دامت نقود، ما دامت عملات، فإنها يدخلها الربا. إذا بيع جنس منها بجنسه يحرم التفاضل بينها ويحرم التأجيل، وإذا بيع منها جنس بجنس آخر فإنه مباح التفاضل فيها ويحرم التأجيل، فالتأجيل على كل حال حرام سواء اتحد الجنس أو اختلف. أما التفاضل ففيه التفصيل الذي سمعتموه. ومما يجري فيه الربا اليوم بكثرة خصوصا في البنوك والمصارف، مما يكثر وقوعه القرض بالفائدة، القرض بالفائدة، وذلك إذا احتاج الإنسان إلى مبلغ من النقود ليستهلكه أو ليستثمره، إذا احتاج إلى مبلغ يتقدم إلى البنك أو إلى المصرف فيقترض منه مبلغا من المال إلى أجل مسمى ثم يرده بزيادة، الألف يرده 1100 مثلا، 10,000 يردها 11,000 مثلا، هذا هو الربا، هذا هو الربا. القرض لا يكون فيه زيادة أبدا، القرض سواء بسواء، تقترض المبلغ تدفع الحاجة التي احتجت ثم ترده من غير زيادة، من غير زيادة، لقوله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفعا فهو ربا. وأجمع علماء المسلمين على أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، حتى ولو لم يكن، حتى ولو لم تكن هذه المنفعة زيادة، حتى لو كانت سكنى دار، يعني أقرضك مبلغا وأسكنته دارك، اشترط عليك، اشترط عليك أن يسكن دارك لمدة شهر، لمدة سنة، اشترط عليك أن يركب السيارة، سيارك ينتفع بها لمدة شهر، ينقل عليها حوائجه لأنه أقرضك، قال أنا أقرضك هذا المبلغ لكن بشرط أن تخلي لي الدار أسكنها، أن تعطيني السيارة أركبها أحمل عليها. هذه منفعة غير مالية، منفعة سكنة أو منفعة ركوب أو غير ذلك. كل قرض جر نفعا سواء كان هذا النفع مالا أو كان هذا النفع سكنا أو ركوبا أو غير ذلك من وجوه المنافع، لأن القرض قربة إلى الله، عقد إرفاق، المطلوب منه الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى، ليس المقصود منه أخذ الزيادة من المقترض. ومن المعاملات الربوية التي تجري في البنوك اليوم
الإيداع بالفائدة، الإيداع بالفائدة، بأن تودع أموالك عند بنك من البنوك على أن يستثمرها ويدفع لك زيادة محددة، يدفع لك زيادة محددة 5%، 10%، 2%، أو أي زيادة مشترطة. هذا هو الربا الصريح، هذا هو الربا الصريح الذي لا إشكال فيه. فالإيداع بالفائدة هذا ربا لا يجوز. لكن لو دفعت دراهمك إلى شخص يبيع بها ويشتري، والربح الذي يحصل يكون بينكما على حسب الشرط، فهذه المضاربة المباحة، هذه مضاربة مباحة، لأن الربح غير محدد، خاضع للزيادة وللنقص، خاضع للوجود وللعدم. لكن الزيادة المحددة التي لا بد منها هذا هو الربا. هذا من أنواع الربا التي تجري اليوم وهي كثيرة: الإيداع بالفائدة. كذلك من أنواع الربا التي تجري اليوم، التي تجري في اليوم ويقع فيها بعض الناس أو كثير من الناس، الاتجار بالعملات. الاتجار بالعملات، إذا اشتريت من شخص عملة أجنبية بنقود دفعتها إليه، ريالات سعودية اشتريت بها ليرات لبنانية أو دولارات أمريكية، ولكنك لم تقبض، دفعت إليه الدراهم وانصرفت ولم تقبض مالك عليه من الليرات، من الدولارات، من الربيات، من الدنانير، لم تقبض، هذا هو الربا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يدا بيد، بمعنى أنك تقبض الدراهم وتقبض النقود الأخرى، العملة الأجنبية التي أردتها تقبضها، وإذا قبضتها إما أن تذهب بها وإما أن تودعها عنده، ما في بأس أنك تودعها عنده إلى أن تحتاج إليها. لكن أن تعطيه الدراهم بعملة أجنبية ثم تنصرف ولم يعطك شيئا، أو أعطاك بها سندا، أعطاك بها سندا أو وثيقة، أو أعطاك بها شيكا، حتى الشيك وثيقة، هذا لا يعتبر قبضا على الصحيح الذي تبرأ به الذمة. لابد من تسليم النقد من المشتري وتسلم النقد من البائع، يدا بيد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، سلم واستلم في مكان واحد، وإلا فإنه سيكون ربا نسيئة والعياذ بالله. فهذا مما يجب التحفظ منه، ويجب على الإنسان أن يبتعد عن هذه الأمور، وإن كان يتعامل بها الناس، ما يقول أنا مثل فلان أو مثل علان، ما دام إنه ربا فالله سبحانه وتعالى حرمه عليك. نكتفي بهذا القدر في الكلام على الربا، وإن كان المقام يحتاج إلى أطول من هذا. ننتقل إلى النقطة الثانية وهي البيوع المنهي عنها. الله سبحانه وتعالى أحل لنا البيع، قال تعالى: وأحل الله البيع. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فالتجارة التي هي عن تراض من الطرفين هذا هو البيع، وقد أباحه الله سبحانه وتعالى واستثناه من أكل الأموال بالباطل وجعله مباحا طيبا.
والاتجار بالبيع والشراء من أفضل المكاسب لمن صدق وبر مر صلى الله عليه وسلم على المسلمين وهم يتبايعون ويتشارون في سوق المدينة، فقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر التجار، فرفعوا إليه رؤوسهم ينتظرون ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفعوا رؤوسهم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن التجار هم الفجار يوم القيامة، أو يبعثون فجارا يوم القيامة، إلا من اتقى الله وبر وصدق، إلا من اتقى الله وبر وصدق. وقال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فالبيع مع الصدق ومع البر من أفضل المكاسب، أما مع الكذب والغش والتدليس والاحتيال فهو من أخبث المكاسب، وصاحبه من الفجار والعياذ بالله. هناك أنواع من البيوع كثيرة منهي عنها. أولا، يحرم البيع بعد النداء لصلاة الجمعة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فإذا أذن المؤذن يوم الجمعة الأذان الثاني الذي عند دخول الإمام وجلوسه على المنبر، فمن باع بعد الأذان فبيعه باطل، وهو آثم وفاعل لمحرم، لأن الله نهاه عن ذلك وأمره بالاتجاه إلى المسجد. فإذا لم يتجه إلى المسجد بعد الأذان وجلس يبيع ويشتري فبيعه باطل وكسبه حرام وفعله إثم عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك البيع والشراء الذي يفوت بقية الصلوات الخمس، فإذا كان الإنسان يجلس في دكانه أو في مكانه يبيع وتفوته الصلاة في المسجد فبيعه باطل، لأن الله تعالى يقول لما ذكر البيوت: في بيوت أذن الله أن ترفع، يعني المساجد، ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال بعض السلف: كانوا يبيعون ويشترون، فإذا سمعوا النداء، سمعوا الأذان وفي يد أحدهم الميزان خفضه وقام إلى الصلاة. الميزان بيده ما يقول أبازن، إذا أذن والميزان بيده ألقى الميزان وذهب إلى الصلاة. هذه صفة المؤمنين السلف الصالح الذين هم القدوة، لأن الله تعالى يقول: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فالبيع والشراء اللذان يفوتان صلاة الجمعة أو يفوتان صلاة الجماعة بيع منهي عنه شرعا وبيع باطل شرعا، لأنه يلهي عن ذكر الله عز وجل وعن الصلاة. فالواجب على التجار وأصحاب الدكاكين والبياعات فور ما يسمعون الأذان
أن يغلقوا دكاكينهم ويتجهوا إلى المساجد، إلى التجارة الرابحة، تجارة الآخرة. هل أدلكم يا أيها الذين آمنوا، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. هذه التجارة، أنت اطلب التجارة الدنيوية التي أباحها الله، لكن إذا جاءت تجارة الآخرة وأسواق الآخرة فاترك تجارة الدنيا واذهب إلى تجارة الآخرة. هذا هو المؤمن الذي يجمع بين الحسنيين، يجمع بين خيري الدنيا والآخرة. ومن البيوع المنهي عنها، من البيوع المنهي عنها، إذا كان المشتري يستغل المبيع في محرم، إذا علم البائع أن المشتري يستغل المبيع في محرم، كان يشتري العنب من أجل أن يصنع منه الخمر، أو التمر من أجل أن يعمله خمرا، أو يشتري السلاح من أجل أن يقتل به المسلمين، فإنه لا يجوز البيع عليه، لا يجوز بيع السلاح في الفتنة، لا يجوز بيع السلاح على من يستعمله في قطع الطريق، لا يجوز بيع العنب والتمر والأطعمة لمن يستعملها في الخمر، يحولها إلى خمر، إذا علم ذلك فالبيع باطل، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان. والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهكذا كل من يستعين بالسلعة على ما حرم الله أو يستعملها فيما حرم الله فإنه لا يجوز أن يباع عليه إذا علم منه ذلك. ومن البيوع المنهي عنها بيع المواد المحرمة، بيع المواد المحرمة. لا يجوز للتاجر أن يجعل في دكانه مواد محرمة يبيعها على الناس، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الخمر والخنزير والميتة والأصنام، وكذلك بيع آلات اللهو، بيع آلات اللهو باختلاف أنواعها، بيع آلات التصوير باختلاف أنواعها، كل هذه أدوات محرمة، بيع الدخان، بيع الخمر، كل هذه لا يجوز بيعها لأنها مواد محرمة. والله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فإذا كانت مواد محرمة فالواجب إتلافها، الواجب إتلافها، وأن لا تبقى في بلاد المسلمين. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأوعية الخمر لما حرمها الله، أمر بها فشققت وسالت في الشوارع وأتلفها عليه الصلاة والسلام. فالمواد المحرمة لا يجوز أن توجد في بلاد المسلمين. قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأوعية الخمر لما حرمها الله، أمر بها فشققت وسالت في الشوارع وأتلفها عليه الصلاة والسلام. فالمواد المحرمة لا يجوز أن توجد في بلاد المسلمين ويجب إتلافها، فكيف بالذي يبيعها ويأكل ثمنها؟ قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود لما حرم الله عليهم لحوم الميتة، جملوها يعني أذابوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها.